سادتي هلا قول ما الفغنى العشق في بهاك عقلي غبت أنا باغي نقرب ليك ودموعي سجن أنا باغي نقرب ليك ودموعي سجن نجري في هواك بحري عن نطلب ربي وصلاة على نبي العدناني طهر جسماني نبي محمد صلى عليه يا تبل نحن راجل مع زوجته في الدنيا دنيا وعشراني تبعين غروف الشيطان لصلاة لازم لازم تيهين علمكم وعدو والدخلاني عدم هو الضراني ما في حالة هو منعيد ليكم يا حبا الراجل نجيف من رقبته تعباني لأنه في كل وقت يقطر كل قطار يلي عنده للرياح لال بيها فرحاني يدفعها للقرآني اللي يقرى ولده يسمع عليه مولا نظر وصلوه للقبور ورا رفعوا مولانا
خيار جن رضواني سكنوا قرب العدناني مع أصحاب الجنة يتنعم في وادي الكوثر يا بعقلك مزياني وين يماك مع باباك لا تدخ مع يماك في شر الحانوب وبينور معاني واش من راحة غير الوالدين زوان الخاطر بعدي هو متحيون بمعتو كي طوفاني القليب مرفرف مثل الحمام من شدة الخمار قال ما نخرج من الجنة أو نخرج بالزرباني على ولدي يا حسني محنوا عني وانا ذلي ومع المخ وجوه طمره فيها هذه النور يلي عنده الرياح لال بها فرحاني يفتح القرآن اللي قرأ ولده يسمع حليم كمثيل الزيواني قلك شر النيراني وانت يا مولاي يا مولاي غيثنا من الجمال شاشي عند راسو نحكي وام نعماني في بيها طريق طباني الشعب ودوك القطبان معلم من الدشار كي يضرب شهنما بهذوك القطبان اي حرقي عدياني عدايا وعد الله العزيز الغني الجبار قل سلام عليك يا خزين النيران قال له مرحبا بيك زين عليك السلام قال له واش بك هنا يا وجه الجنان مستهلش المحاني
جابك حتى جيت من جنان الحي القيام. قالوا يما مع بابا عندك في النيراني وحش مراه فناني الحاج. قالوا يماك شوية راه باباك اللي في العذاب. او قالوا نادي اليوم وكيلك بالرحماني نخلقك ونجاني. دارك في هاد الباب ما تحنى لمثل اليوم تبقى بين مزير تعاميني وقيلة خمسين سنيني كيصيب هادو كل ناس كل واحد كلف نصيب يما مع بابا كمثيل الزيواني لا قناوي حرضني. قالوا ما همش ولدي في هاد القوم هاد الناس اللي راني نشوفهم لا ولدوني ولا نظرتهم ما يلي. ما فيهم أبي ولا أمي عمدي ولا العمام قلبي. كنت نعرف بابك زمن راجل جبالي شي عند راسو ما تزول فيا ما تتعمى يما فيها الزين الكثير اذا نجمعو النسواني في الفرح ولا في حزاني. زينها فايت كل الزين سلموا عليها الريال ثم ناداه باباه ولي قالو يا بني يا الغالي هرباني كبرتك لبستك بالكساوي والميعان ثم نادت ويما ولي قال يا بني نهار تحدي في بطني نفرح ونغني وكل يوم نحسب في الايام منين جالي حار وشعار نساب غلولي في واحد عياني. منين قالوا لي يا صبي فرحت بيك وزدت على بيا اللي عنده دريا يا فرحاني يدفع هاد القرآني اللي قرأ ولدو يسمع ليهم ولا للغم.
يعاشرني الأخيرة يشركني لا يخرج لي طالب الأخرى بي نتضرع قرآنكم عند الله نسلكم من هذا الهم باقي هو متحير ومن معدوم لياني حيف هاك الطوفاني منين يبكي ويقول يا المولى يا المولى يا سلام قالوا يا داك صبي في حق القرآني خرج واحد لا ثاني الله راه الاخر يا الصبي ينضر للعدم قل يا الله يا امتي الجناني يلا زاود غيواني ربي يسمح لك اليوم سلكتو من هذلان قلت له لا واه يا ابني الباباك سير عني او مكبرك بالقفطاني او كان اذا جعت ما يتهنى في الشتا وانا في الظلو او راه عنده في الحين وقال لي يا قرة عيني يا عنيني سلطاني ربنا يسامح لك يا الله في سجنة زمان سير عني اصبر الوعد الرحماني ياك احنا موعودين بالصبر من بكري لليوم يا المولى دخلت عليك بغيت وفي لي مضموني بغيت يما وحنيني بجاه طه ومن يقراها وكل مؤمن كان امام قالوا يا ذاك الصبي على حق القرآني وراح نجيهم بتنيني والتسعين من قرباني هاد الشي راه قليل في حق القرآن العظيم يا الحافظ مشموم المسك حبكم راه فناني راه مولادي صبياني بجاه قرآنكم عند الله نسلكوا ليهم البواب ختمت هاد القصيدة بسم الله الكريم الغني وصلت على ذو عياني بو عسرية يمدح ليكم ليل ونهار يلي عنده درية حلال بيها فرحاني يدفع حال القرآني رجلي قاسم السلطان بجيه
قد سبح للحي الباقي ساقي وصاد الرود قد حنن صوت رقيق قد سلي الولع والعشيه تتكل عندي الزرق قداش راقي
في الميت وكلهم في تحديقه وطبول الحرب الزعيق راح الليل وعلم الفجر ذاك الصبح الراقي دور على الفشنج لك تزيان الموسيقى بالسيل بعد الجدب الطويل يصرف من حالي انا لو شكيت شكيت لنجوم حين انتمي شكيت للفلاك بهم طويل انا لو شكيت للفلاك بهم طويل تنتظر من حالتي وتعبي ووالي انا يا
من لا دقتي لوا ولا Thank you.
وستحشايا يا سامعي طول الليل بال فهم يقول نايدين يا اللي معاكم جاي ورياتي صايرين ورياتي صايرين ورياتي صايرين يا اللي داري